السادة الأفاضل، صباح الخير أو مساء الخير كيفما كنتم. أنا عادل إمام. أنا كان نفسي أكون موجود معاكم وجها لوجه، إنما للأسف أنا مرتبط هنا بحاجات كتيرة جدا للتوضيب للمسلسل. بعض الصحافة كتبت كلام غريب، ما يعني ما هوش حقيقي، إنما أنا هقول لكم الحكاية بالظبط. احنا لما جينا نعمل مسلسل حقيقة كنا هنعمله فيلم الاول، وبعدين لقينا الفيلم هيطلع دي 5 ساعات، قلنا ما ينفعش. ففكرت انا والاستاذ يوسف معاطي الكاتب ان احنا نعمله مسلسل. فقاعدين بنفكر، فجاء الاستاذ صفوت الطاس المنتج الكبير، وانا احيي بهذه المناسبة لانه ما بخلش علينا باي حاجة، بل بالعكس اشترى معدات واشترى عدسات واشترى كاميرات واشترى حاجات كتيرة، حاجات ما كانتش موجودة، طلبها رامي وطلبها مدير التصوير، وكان الحقيقة الرجل يعني عمل ما في جهده تماما. قلنا لا، جه الأستاذ صفوت واحنا قاعدين قلنا له احنا عايزين نقول لك على حاجة. قال انت شكلك كده عايزين تعملوا ناجي عطا الله تعملوا مسلسل، حاجة عجيبة يعني. قلنا له فعلا. قال انا موافق. ابتدينا نشتغل ونكمل ونشتغل على هذا الاساس. وبعدين احنا ابتدينا قبل حوادث 25 يناير، قبل ثورة يناير اللي قام بيها الشباب الجميل في مصر. ابتدينا شوية، وبعدين فجأة الدنيا اتلخبطت طبعا، العالم كلها وقفت، ناس ما فيش شغل، وقفنا التصوير، استوديوهات احنا مأجرينها ومعدات وشغلانة يعني. فضلنا متعطلين حوالي شهر وشوية، احنا داخلين على اساس اللي احنا يعني قلنا يا رب نلحق في رمضان. ليه هقول لكم بعدين. فجينا وقفنا، فدخل وقت كتير. وبعدين قلت انا لازم اشتغل يعني، لازم حفاظا على بلدي وحفاظا على مهنتي، وعلى كمان انا ورايا حوالي 300 نفر بيشتغلوا باليوميه، وعندي منت كمان انا مش عايز اذيه، وبلدي بتقول انزلوا اشتغلوا، وكنت اول واحد في الوسط الفني ينزل يشتغل. نزلنا اشتغلنا طبعا، عشان ناخد تصريح في هذا الوقت كان شيء مشكلة لا تتخيلوها حضراتكم. لازم في كل حتة نروح نتصور فيها لازم ناخد تصريح من الداخلية. الداخلية طبعا تعرفوا، طبعا بتقول الصحف تعرفوا ان كان حصل انهيار امني وانفلات امني، لغاية ما ربنا اكرمنا الحقيقة، وهو بيحصل دلوقتي يعني تآلف او شبه تعاطف ما بين الشرطة والشعب نتيجة الاحداث اللي حصلت. لما جينا ناخد التصريح، مفروض ناخد تصريح من امن الدولة. امن الدولة كانوا حلوه. طب يا اخوانا هناخد التصريح منين؟ كل ده بياخد وقت، وكل شوية ده يودينا ده وده يودينا ده وده يودينا ده. طبعا مش انا اللي بروح يعني، كان الانتاج هو اللي كان مختص بالحاجات دي. لغايه ما كلمت السيد وزير الداخليه، والحقيقه كان راجل جميل جدا، وقال لي يا استاذ عادل انت قيمه كبيره، وبعت لي بس مدير الانتاج، وفعلا حصل، ابتدينا ناخد التصاريح وابتدينا نشتغل. ابتدينا نشتغل في ظروف ازاي؟ في ظروف حظر التداول، يعني عندك كم ساعات مخصوم من كم الشغل بتاعك. حظر التداول يعني معناه لما تمنع التداول من الساعة 8 يبقى لازم اللي قبلها كله يروح الساعة 6، فما بقاش فيه وقت كافي ان احنا نشتغل فيه. ادي حاجة. انما برضو كنا بنشتغل، بنحاول نعمل اي حاجة. وبعدين حضراتكم ابتدينا نشتغل، وابتدى جدد التصريح، وخدنا تصريح من الجيش، وخدنا تصريح من الداخلية. التصريح دي كانت مؤقتة. وبعدين كان المفروض نصور في سوريا الشقيقة. طبعا كلكم تعرفوا ايه اللي حصل في سوريا. ما قعدنا مستنيين ان الحالة تفك في سوريا، لان احنا في سوريا ليه عايزين نصور؟ الاحداث بتجري، احداث بتاعة الفيلم اولا بتجري في مصر، وبعدين في
بورسعيد وفي بعد كده بنروح غزة ورفح ونروح قصدي بنروح رفح وبعدين بنروح غزة وبعدين من غزة بنروح الجنوب ومن الجنوب بنقابل اخواننا في الجنوب بتوع المقاومة وبنقابل مقاومة حماس والمقاومة وفتح في غزة وبعدين بعد ده بنروح سوريا وفي سوريا بتجري احداث وكنا معينين اماكن بحيث ان سوريا هتطلع حوالي 30 يوم او 40 يوم ومن سوريا بنطلع العراق والعراق بنطلع فوق في اربيل فوق لغايه ما بنروح تركيا وبعدين من تركيا بالطياره بتتخطف اللي احنا بنركبها بتروح الصومال فشوف كم دوله حضراتكم وكل ده في اماكنه كنا بنصوره في اماكنه الطبيعيه وما زلنا مصرين يعني بس احنا سوريا مش هنقدر نصور فيها حاليا فهنصور في لبنان تقريبا ان شاء الله فلبنان برضو عايزة معينة وعايزة اللي احنا لازم المخرج ومدير التصوير يروح يعينوا الاماكن اللي احنا هنصور فيها تاني اماكن بديلة وحاجة زي كده الدورة اللي احنا بنلفها دي عايزة وقت لان احنا اولا معانا ممثلين احنا في كل منطقة بنروحها جايبين اخوة فنانين من نفس المنطقة عندنا ممثلين من غزة عندنا ممثلين من الجنوب عندنا ممثلين لبنانيين عندنا ممثلين عراقيين يعني واخد بال حضرتك عندنا ممثلين من الصومال فده كان بيعوز توضيب كتير كان عايزين كاستنج وشغلانة كبيرة يعني حاولنا بعد الظروف دي اللي احنا عرفنا اللي احنا اكتشفنا اللي احنا مش هنقدر نعرف في رمضان للأسف الشديد وانا بعتذر لكم اعتذار شديد جدا كعادل امام وكفنان عربي وكثقة متبادلة بيني وبين حضراتكم الثقة المتبادلة هي الأعمال الفنية اللي أنا بقدمها لحضراتكم بتثقوا فيها أنا ما أقدرش أقدم لكم عمل أنا مش واثق فيه أنا لازم أقدم لكم عمل على مستوى جيد وعلى مستوى عالي من التكنيك آلات جديدة بتستعمل نشتغل سينما ما نشتغلش ما بنجيبش ثلاث كاميرات وخلاص وخلص لا 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 ما بنعملش كده رامي له تكنيك خاص والحقيقة يعني يا رب يعني يمكن شهادتي يكون مجروحة عشان يبني إنما هو الحقيقة عامل شغل جميل جدا 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 ومناسبة رامي أنا رامي مسميه كوكو وإنه هو صغير بقول له كوكو فمرة واحنا بنصور حسن ومرقص وكوهين حسن ومرقص بس مش كوهين كوهين ما فيش فكنت أنا والأستاذ عمر الشريف وبتاع وهو كان مخرج الفيلم الحقيقة وكان أخراجه كويس أوي فبقول له يا كوكو اقف هنا ولا اقف هنا اقول له طب قول لي يا كوكو فجأة لي يا ابويا انا مخرج برضو يعني لما تقول لي كوكو ما يعني تخيل لما حد يجي يقول لي استاذ كوكو ما فوقعت من الضحك طبعا يعني ما فيش حاجه اسمها الاستاذ كوكو يعني قلت له طب انا اسف وبرضو كنت بغلط اقول له استاذ كوكو اقول له لا يا استاذ كورمور رمر واقعد اهبل كده ده كل اللي حصل في هذا المسلسل انا ما اقدرش اقدم لحضراتكم مسلسل في اي عيب من العيوب سواء في التمثيل او في التكنيك او في الانتاج او في الاخراج او في اي حاجه ثانيا ان بعد التصوير في مده طويله لازم في شغل في مونتاج بيبقى يحتاج لدقه ويحتاج برضه لعلمانيه ويحتاج لناس محترفين وكمان غير المونتاج في حاجات كتير زي الدي اي ولا اسمه ايه ولا تصحيح الالوان وغيره 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 ده هياخد وقت انا قلت انا هبقى وللاسف ان الأزياء اللي انا هشتغل في رمضان احنا ما قدرناش بعد كل ده حضراتكم ما قدرناش نفي بوعدنا اللي احنا نعرض في رمضان انا الحقيقة يعني بعتذر لكم وبقول لكم انا اسف جدا ان انا مش هطلع المسلسل ده مش هنقدر نطلعه في رمضان مش هنلحق لان ده شغل كبير وعمليات كتير زي ما قلت لحضراتكم في حاجة كمان في المسلسل ده بيشتغل فيه اخوة شيعة ومسلمين سنة والشيعة مسلمين برضه والسنة المسلمين ومسيحيين وأكراد وجنسيات كتيرة والحقيقة كان في شباب بيشتغل معايا من سوريا ومن لبنان
كانوا فرحانين انهم بيشتغل مع عادل امام، وانا كنت سعيد جدا ان انا بلتقي بالشباب ده. والشباب ده لما سافروا وبعتوا لي كم من الحلويات، عندي اوضه مليانه علب حلويات، يا ريت اي حد يبقى اتفضل يجي ياخد يشيل من عندي اللي هو عايزه. فانا كمان احب اشكر قناه الزفره والشيخ عمر بن زايد الحقيقه، وده راجل كلمني يعني من غير ما اشوفه شخصيا لقيته راجل عذب جدا وبيتكلم برقي شديد جدا، وقال كلام عليا الحقيقه انا اتكسف ان انا اقوله. يعني قال لي انت قيمه واشتغل براحتك لان احنا مستنيين انتاج جميل يليق بعادل امام. هذا هو الفن وهذا هو الناس اللي بتفهم في الفن، وارجو ان جميع المحطات تتفاهم ذلك. وانا اشكركم جدا جدا واوعدكم انكم هتشوفوا عمل جيد. شكرا جزيلا.